السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ هناخد النهاردة قصة حلوة جدا اسمها قصة الصدق والأمانة. زياد كان قاعد في حديقة وهو بيلعب، لقى محفظة زرقاء وقع على الأرض، خدها وقعد يبص فيها، لقى فيها فلوس كتيرة. زياد كان نفسه من زمان ان هو يشتري عجلة، قال الله الفلوس دي ربنا بعتها لي عشان اشتري عجلة. بس زياد قال لا، دي مش فلوسي، انا مش ما منفعش اخد حاجة مش بتاعتي، انا هقعد واستنى لغاية ما اشوف مين صاحب المحفظة دي. فعلا زياد قعد اهو، وفي راجل جه قاعد يقول يا جماعة ما حدش شاف محفظة وقع على الارض لونها ازرق؟ زياد رد قال اه ايوه دي هي دي المحفظة، انا لقيتها، وتفضل يا عمو محفظتك. زياد الراجل شكره جدا جدا وقال له انا متشكر قوي على امانتك اللي انت اديتني المحفظه بتاعتي. زياد راح قال شاف باباه وقال حكى له الحكايه. باباه قال له متشكر جدا يا زياد وشكره وقال له انت ولد امين عشان انت حافظت على المحفظه وما خدتش كمان الفلوس اللي فيها، رغم ان انت كان نفسك ان انت تشتري عجله لكن رجعت المحفظه لصاحبها. وبكده يا اولاد نتعلم ايه يا اولاد؟ الصدق والأمانة لازم تكون صفاتين من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيلقبوه الإيه؟ الصادق الأمين، إن هو إيه يا ولاد؟ صادق وأمين. يعني زيد كان ممكن إن هو يدي الراجل المحفظة بس كان ممكن ياخد جزء من الفلوس أو إيه يا ولاد، لكن هو زياد عمل إيه؟ ما أنكرش المحفظة اللي هو لقاها، وكمان ما خدش الفلوس اللي هو إيه اللي كانت في الإيه يا ولاد؟ في المحفظة. لا، رد للراجل إيه محفظته والفلوس اللي كان إيه فيها، لأنه هو اتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق والإيه والأمانة. لازم كلنا يا ولاد نبقى عندنا الصفتين دول، الصدق والأمانة، في كل أفعالنا وكل إيه أقوالنا. هنخش يا ولاد كده، هاتوا الصفحة اللي بعديها، صفحة 30، هنلاقي هنا فكر واختار السلوك السليم ثم لونه. ولد هو واقف لقى شنطة مفتوحة، ياخد الحاجة اللي فيها؟ لا، يبقى ده سلوك ايه غلط، ما المفروض ما يمدش ايديا في شنطة مش شنطتي. هنا هو بيقول انا ببعد هنا، لا دي حاجة مش حاجتي، انا كده مش همسك حاجة مش بتاعتي حتى لو كانت مفتوحة. يبقى السلوك ده ايه صح والسلوك ده ايه خطأ. فيه هو رف اهو فيه عليه لعب وحاجات حلويات ولعب، اخدها منها؟ لا طبعا، يبقى كده غلط، ده سلوك خطأ ان انا اخد حاجة مش بتاعتي. اهو هنا بيقول لا، بيمتنع، بيقول بيعمل كده بايده ان هي دي مش حاجتي، يبقى ده سلوك ايه سليم. اهو في هنا الديسك عليه قلم ومسطرة، فرح الولد اهو عاوز ايه ياخدهم، بس ده سلوك ايه خاطئ. هنا بعد عن قال لا ده مش حاجتي ودي مش ادواتي، ما ينفعش ان انا ايه اخدها، يبقى ده سلوك ايه صح. هنا برضك في لانش بوكس فيه سندوتشات، الولد بص على اللانش بوكس بس قال لا دي مش حاجتي، لا يمكن ان انا ايه اخد حاجه مش بتاعتي، فيبقى ده سلوك ايه سليم، اعمل عليه علامه صح والونه. هنا الولد راح خد الايه السندوتشات اللي هي مش بتاعته، لكن ده يبقى سلوك ايه يا ولاد خاطئ. هنا هنلون يا ولاد الموقف السليم بالالوان اللي هو يعني ايه زي ده اللي هي بيمتنع عن الحاجه اللي عاملين عليها علامه صح نلونها، واللي عاملين عليها علامه غلط خطأ ما نلونهاش. وبكده يا ولاد نكون انتهينا من قصة الصدق والأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.